أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الدرس الأول من الوحدة الثانية. كنا خدنا الوحدة الأولى في كورس الإنجليزي للمبتدئين، خدنا الوحدة الأولى وخدنا فيها 3 دروس، وهي كل وحدة مكونة من 3 دروس. فالنهاردة هنبدأ الدرس الأول في الوحدة الثانية، يعني يعتبر رابع درس، فعشان كده ده في الوحدة الثانية الدرس الأول. يلا بينا. حد فاكر معايا سؤال البداية اللي احنا بناخده كل مرة؟ ما دي آخر حلقة هناخد فيها السؤال دوت، خلاص بقى مشهور جدا، لكن قبل ما أظهره، حد فاكره؟ أيوه، برافو عليك، برافو. واتس يور نيم؟ السؤال دوت واتس يور نيم؟ ماي نيم از سامي. واتس يور نيم؟ ماي نيم از سهى. واتس يور نيم؟ ماي نيم از راضي. واتس يور نيم؟ ماي نيم از حبيبة. يبقى كده ده سؤال شهير قوي بتاع البداية اللي بناخده في كل حلقة. كده أعتقد إن إحنا حفظناه بال4 حلقات، كده نكون حفظنا السؤال دوت، والنهاردة ناخد حروف جديدة مع بعض. يلا بينا. هنخلي الحلقة النهاردة سهلة، فهناخد 3 حروف بس 3 حروف، هما حرف ال P P، ده حرف ال P، وعكسه الناحية التانية حرف ال Q، P و Q، وهنا R، حرف ال R. حد يقول لي حرف ال P خدناه قبل كده؟ لأ، احنا خدنا B خفيفة، اللي هو B B خفيفة، لكن النهاردة بناخد P اللي هي بتتنطق كده، P بنسموها في المدارس P تقيلة، لكن هي P اللي هي كده، غير البي العادية. البي العادية بي، لكن ده بي، وده حرف كيو، كيو كده ما خدناهوش قبل كده، وده حرف الار. البي بتتنطق زي حرف البي بس ايه، بتبقى تقيلة شوية، بقولها بي كده. الكيو يعني زي حرف الكاف، والار في العربي زي حرف الر. يبقى ناخد النهارده بي كيو ار، قولوها ورايا كده، بي كيو ار، again P Q R. يلا ناخد مع بعض شوية كلمات. احنا بناخد في كل مرة 12 كلمة جوه جدول، بناخد الكلمات الجديدة ونضيف عليها القديم، ونبتدي شوية بشوية نحفظها. أتمنى إن احنا نكون ال3 دروس اللي فاتوا نكون حفظنا كل درس 12 كلمة على الأقل، ف3 في 12 ب 36 كلمة، والنهاردة هناخد 12 كلمة جداد على الحروف الجديدة. يلا بينا. أول كلمة أولها بي، ودي بي اي اللي هو زي الألف، ار اللي هي الري، كي كاف. يبقى الكلمة دي بارك، اسمها ايه؟ بارك، قول ورايا كده، بارك. ما ننساش ان البي بتتنطق كده، بارك، بي بارك. بارك يعني منتزه، منتزه يعني جنينة أو فسحة، رايح مكان، فالمكان ده اسمه منتزه، يعني مكان نروح فيه نزهة. بارك أي مكان زي جنينة الحيوانات دي، بارك، أي جنينة بنروحها دي اسمها بارك، يعني منتزه، بارك. طيب الكلمة التانية أولها برضو بي، بس في دبل اي، اللي افتكر معايا الاي والاي بيتنطقوا حرف ايه مش كسرة، قلنا الاي زي الكسرة، لكن اي واي يبقى حرف ايه، وفي الآخر خالص حرف ال اللي عامل زي رقم الواحد دي، ده حرف ال. فالكلمة اسمها بيل، بيل يعني يقشر، يقشر برتقانة تفاحة، فدي اسمها بيل، بيل يعني يقشر. فخدنا بارك وبيل، بيل يعني يقشر، قول ورايا كده، بيل بيل بيل، برافو. طيب ناخد كلمة مشهورة اسمها ميناء، وهي جاية من يعني في بلاد زي بورسعيد، بور فؤاد، جايين اساسا من كلمه مينا، لانها الحته دي فيها ميناء فمسمينها بور، لكن بور دي فرنساوي، لكن في الانجليش بورت، بورت اللي هي بي او ار تي، بورت، بورت يعني ميناء، بورت، بي او ار تي، وهي الاو بتنطق زي الواو، الاو بننطقها زي الواو، فبتبقى بورت يعني ميناء. طيب لو حطينا مكان الاو ايه اللي هي الف، فمش تبقى واو،
مش هتبقى بورت، هتبقى بارت، لان دي بقت الف فاسمها ايه؟ بارت. بارت يعني جزء، بارت يعني جزء. ولو حطينا في الاخر حرف واي بقى اسمها بارتي، بارتي يعني حفله، بارتي يعني حفله. يبقى كده نقرا مع بعض العمود دوت. اول حاجه بارك، اول كلمه بارك، بيل تاني كلمه بيل، بعد كده بورت، بعد كده بارت again، بورت وبعد كده بارت. بارت يعني جزء. اقراهم، اقرا ورايا، انا اقرا كلمه واقرا ورايا. بارك، بيل، بورت، بارت again، بارك، بيل، بورت، بارت. مرة تالتة، بارك، بيل، بورت، بارت. برافو عليكم، كل حد بيقرا بصوت عالي معايا وبيقول ورايا. ده انت لما تيجي تحفظ الكلمات وتقولها لوحدك هتلاقي نفسك حافظ جدا وبتعرف تنطقها صح. نخش على العمود اللي بعد كده. يبقى كده احنا دلوقتي هديكوا حرف الار في العمود التاني. حرف الار اللي هو عامل زي الري، والاي اللي هي الكسرة، والدي اللي هو الدال. يبقى الحروف بتاعتها ار اي دي، ار اي دي بتنزل ايه؟ ريد. برافو. حد بيقول احنا خدنا ريد يعني احمر، خدناها قبل كده لما خدنا اللونين الاحمر والاخضر، فكده خدنا ريد اهي. ريد تاني يعني ايه؟ يعني احمر. طيب الكلمة اللي بعدها في حرف ايه في الاخر؟ قلنا حرف الايه في اخر الكلمة ما بتنطقش. الكلمة دي ار اي دي اي، ار اي دي اي. فالكلمة دي اسمها رايد. رايد يعني يركب، يعني مثلا لو حد يركب عجلة رايد ا بايك، لو حد يركب حصان رايد ا هورس، لو حد يركب حمار في الصعيد كده، ممكن حد في الصعيد بيركبوا الحمار هناك فبيقول رايد ا دونكي، رايد ا دونكي. يبقى كده رايد يعني يركب. الكلمة التالتة ار اي تي، اللي افتكر مصدر حرف التي، ار اي تي يعني فار، رات. الكلمة اسمها رات، اسمها ايه؟ رات، رات يعني فار، رات يعني فار. طب في كلمة أخيرة ار اي ام اسمها رام. رام دي اللي هي الذاكرة في الكمبيوتر، بجيب شريحة ذاكرة كده اسمها رام. يبقى انا بجيب رام كده واحطها جوه الكمبيوتر، يبقى رام يعني رام دي مش الذاكرة بتاعت الإنسان، يعني مش الذاكرة بتاعتي، لا دي اسمها رام، دي الذاكرة، شريحة الذاكرة بتاعة الكمبيوتر اسمها رام. نقرا بقى العمود ده مع بعض. ريد، رايد، رات، رام. ريد، رايد، رات، رام. مرة أخيرة، ريد، رايد، رات، رام. برافو عليكم قوي، انا شايف كذا حد بيقرا ورايا، الناس ابتدت تقرا. انا متوقع ان احنا نتعلم لغه انجليزيه نبقى متفوقين جدا وننسى ايام زمان ما كنتش عارف اتعلم انجليزي. لا احنا كده بنعرف نقرا كويس ونكتب كلمات كويس نحفظها، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن بكتير قوي. طيب ناخد مع بعض العمود الثالث. والعمود الثالث تدريب على حرف الكيو. حرف الكيو دوت بيتنطق زي الكاف، بس غالبا في كلمات كتير الكيو يجي وراها يو، حرف اليو دوت، فالتركيبه ديت كانها كاف واو، كاف واو. فالكلمه دي تتنطق ايه؟ كوين، اي دبل اي اللي هي ايه، والان الاخيره اللي هي النون، يبقى الكلمه دي اسمها كوين. كوين يعني ملكه. كان في مرقه دجاج كده مكتوب عليها كوين، يعني مرقه دجاج الملكه. هنا كوين ملكة، كوين ملكة. قولوا ورايا كده كوين، أيوة تاني كوين. يبقى كلمة كوين يعني ملكة. لكن شوف كمان كلمة مشهورة قوي في الساعة ومشهورة قوي في لما أجي أشتري حاجات من السوق، ربع، كلمة ربع دي اسمها إيه بالإنجليش؟ اسمها كوارتر، كيو يو اي ار تي اي ار، كلمة كبيرة لكن لو حفظتها يبقى جميل جدا. يبقى انا كده حتى كمان بدخل في الكلمات الكبيرة. الكلمة دي اسمها
كوارتر كوارتر ورايا كوارتر كوارتر يعني ربع، كوارتر يعني ربع. طيب ناخد الكلمة ديت سهلة، ده حرف الدي وبعد كده او او ار، دي او او ار، دور يعني باب، دور يعني باب. فكده كلمة دور يعني باب، فالكلمة ديت حروفها دي او او ار، دور. اخر كلمة في العمود دوت كلمة مزرعة، دي اولها اف اللي هو حرف الف، اي اللي هو الف، ار اللي هو زي ر، الشرطة الكتيرة دي اسمها ام، يبقى فارم فارم يعني مزرعة، فارم يعني مزرعة. نقرأ مع بعض العمود اللي ممكن يبان انه صعب شوية، لكن بالتدريب هنقرأه كذا مرة ونتدرب عليه، الدنيا تبقى سهلة خالص ان شاء الله. كوين كوين، كوارتر كوارتر، دور دور، فارم فارم. مرة تانية، كوين كوارتر دور فارم. مرة أخيرة، كوين كوارتر دور فارم. ايوه كده، بكده نكون خلصنا ال 12 كلمه اللي احنا بناخدها تدريب على الحروف. يلا نكمل مع بعض كده وناخد سؤال شهير تاني النهارده وسؤال جديد. السؤال ده اسمه كيف حالك؟ How are you؟ How are you؟ يعني كيف حالك؟ How are you؟ واحد يقابل حد يقول له ايه؟ How are you؟ كيف حالك؟ ويقول له I'm fine thanks. I'm fine، أنا كويس، أنا كويس. Thanks، بشكره لأنه قال لي How are you؟ How are you؟ I'm fine thanks. لكن ممكن أرد رد تاني لما حد يقول لي ايه؟ How are you؟ لما أكون أقول أنا مش وحش طبعًا، ايه؟ لما أقول أنا كويس شكرًا ده معناه أنا فعلًا كويس، لكن ممكن أقول لواحد I'm not bad، أنا مش وحش. طبعًا دي يعني بتحمل في معناها إن يعني أنا نص ونص يعني. لما حد يقول لي How are you؟ I'm not bad. نقول مع بعض كده الأخضر How are you؟ I'm fine thanks. تاني How are you؟ I'm fine thanks. الأحمر How are you؟ I'm not bad. قول ورايا How are you؟ I'm not bad. ده كده رابع سؤال ناخده من الأسئلة الشهيرة. خدنا قبل كده أفكركم What's your name؟ خدنا What's your job؟ خدنا What's your phone number؟ يعني ما اسمك؟ ما وظيفتك؟ ما رقم تليفونك؟ هنا ابتدينا نقول كيف حالك؟ How are you؟ كيف حالك؟ I'm fine thanks. أنا بخير شكرا. النهاردة هناخد حتة جرامر، انا عارف الناس لما بيسمعوا في الانجليش جرامر بيحسوا حاجه صعبه قوي، لكن احنا هناخد مش من الصفر، من تحت الصفر، هناخد من بدايات بسيطه قوي. النهارده نتعلم مع بعض كلمات كلمات كلمات، بس ايه ليها علاقه بالجرامر، لاني هقول لك نوع الكلمه دي ايه. انا عندي هنا حاجه اسمها الاسماء، احنا عارفين في العربي او في اي لغه في حاجه اسمها الاسم، في حاجه اسمها الفعل، في حاجه اسمها الصفه، في حاجة اسمها الحال. الحاجات دي كده تعالوا في الأول بس نتعرف عليها. وأول حاجة الاسم، يعني إيه اسم؟ أي حاجة في الدنيا ليها اسم، يعني أنت لو حاطط إيدك على ترابيزة دي اسمها ترابيزة، باصص على التلفزيون، على التلفزيون ده تلفزيون، عندك أخوك في البيت اسمه محمد فده اسمه محمد، عندك هتقف في البلكونة فكلمة البلكونة دي اسم، فأي حاجة في الدنيا ليها اسم. والأسماء بتتقسم لكذا حاجة، أنا كاتب بعضهم يعني مش كل حاجة، لكن أول حاجة إحنا عارفين إن في حاجة اسمها اسم الإنسان. يعني بقول لك يعني إيه اسم، ممكن أول حاجة تيجي في بالك إن اسم إنسان، فاسم إنسان ممكن نقول ألي، ألي اللي هو علي، بس الأجانب مش بيعرفوا أنت حرف العين فبيقولوها ألي، يبقى ألي أو هدى أو أي اسم، ألي هدى أحمد مايكل، أي اسم
يجي قدامي ده اسم من ضمن الأسماء وده اسم إنسان. لكن ممكن يبقى فيه اسم حيوان. يعني إيه؟ يعني الحيوانات ليها أسماء، فكل حيوان ليه اسمه، ففي الاسم ده ممكن يبقى اسم حيوان. فمثلا دوج، دوج يعني كلب، دوج يعني كلب. طب ممكن كمان كات، كات يعني قطة، كات يعني قطة. ممكن دونكي، ممكن مانكي، ممكن لاين، ممكن تايجر، كل دي حيوانات. ممكن رات اللي هو فار خدناها النهاردة. ممكن أي حاجة دي أسماء حيوانات. يبقى الاسم ممكن يبقى اسم إنسان أو اسم حيوان أو اسم جماد. جماد يعني أي حاجة، يعني حاجة جماد اللي حوالينا، ترابيزة، قلم، كوباية، تلفزيون، ده كله حيطة، ده كله جماد. ففي كلمة اسمها تيبل، تيبل يعني ترابيزة، تيبل يعني ترابيزة. في كلمة اسمها بين، قلم. ممكن أقول كمبيوتر نفسه، الكمبيوتر نفسه ده الجهاز اللي قدامي ده جماد. فممكن أقول وول، وول يعني حيطة. ممكن أقول دور، باب، ويندو، شباك، كل دي جماد. بس أنا نفسي، أنا بس عايز أقول لكم إن الكلام ده إحنا بنفهمه، مش بطالبكم بحفظ الكلمات دي. الحفظ في الجدول بتاع 12 كلمة، ده الحفظ. لكن هنا إحنا بنتعلم حاجة، فتعلمها من غير ما تحفظ كلمات، لأن ممكن الحروف تبقى مش حروف خدناها أو ممكن تبقى صعبة. لكن خلينا بس أعرف إن في حاجة اسمها اسم إنسان، وفي اسم حيوان، وفي اسم جماد، في أسماء معنوية. يعني إيه أسماء معنوية؟ يعني مثلا لو قلنا الكلمة الأولى معناها لاف، لاف الحب. الحب ده لا هو إنسان ولا حيوان ولا جماد ولا نبات ولا أي حاجة في الدنيا، لكن ده حاجة معنوية. المشاعر مثلا، كل كلمات المشاعر، حب، الود، كل ديت كده أسماء معنوية. آرت، آرت دي معناها فن. آرت معناها كلمة فن دي لا هي اسم إنسان ولا حيوان ولا جماد، لكن في مسميات كده بتبقى حاجات معنوية. وهكذا بقى، عندي حاجات كتير قوي معنوية، الصداقة، الحب، الود، أي حاجة زي كده، دي أسماء. الزواج دي أسماء، ده اسم برضه. الزواج اسم، لما أقول لك مارج، مارج يعني الزواج، ده اسم بس اسم معنوي. لكن هناخد برضه مثلا زي ما خدنا قبل كده أيام الأسبوع، دي أسماء، أسماء أيام الأسبوع. الشهور، أسماء شهور السنة. البلاد، دي أسماء البلاد. فكل ديت دي أسماء. حتى يعني من زمان قوي كنا بنلعب لعبة شهيرة قوي اسمها أتوبيس كومبليت. فكنا نجيب إيه، نقسم الورقة ونكتب اسم ولد، بنت، حيوان، نبات، جماد، بلد. كل ديت كده كانت من ضمن الأسماء. فكل ديت لازم تتعلمها اسمها الأسماء، عشان لما أجي أكلمك في الجرامر أو في القواعد بتاعة اللغة الإنجليزية أقول لك ده اسم ولا فعل، تبقى فاهم. يبقى كده دي اسمها أسماء. مثلا المواد الدراسية دي ليها أسماء، الأرابيك، الإنجليش، الهيست. أرابيك يعني عربي، هيستوري يعني تاريخ، جيوغرافي جغرافيا، ساينس اللي هو علوم، ماث رياضة. كل ديت أسماء مواد دراسية. فكل اللي أنا كاتبه هنا دي اللي هي اسمها الأسماء. بكده نكون خدنا أول والبداية بتاعة الجرامر، الجرامر اللي هي قواعد اللغة الإنجليزية بمنتهى السهولة قوي. ميزنا يعني إيه أسماء وخدنا أمثلة عليها. مش مطالب إن أنت تحفظها بالكتابة، لأن إحنا قلنا اللي هحفظه بالكتابة ده الجدول اللي فيه 12 كلمة. لكن الفهم دوت أفهمه وأعرف الأمثلة دي، لكن من غير ما أحفظ. بكده نكون يعني وفينا الحلقة النهاردة حقها، خدنا حاجات كويسة قوي، خدنا كلمات وخدنا جرامر. ونكون كده دخلنا في حاجة جديدة شوية. أشكركم على حسن المتابعة، يا ريت تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب، يعني انشروا الفيديوهات بتاعتنا على أوسع نطاق، خلي كل الناس تستفيد. كده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. إلى اللقاء في الدرس الثاني من الوحدة الثانية من كورس الإنجليزي للمبتدئين، مهندس عبد الرومانو.